أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة حرص الدولة على تخليد ذكرى الشهداء بمناسبة العام الجديد. وخلال تسليمه عددا من الدراجات لأسر وذوي الشهداء، أعلن شوشة أن القيادة السياسية وافقت على منح أبناء الشهداء هذه الدراجات تكريما لهم، مشيرا إلى الحفل الذي أقامه الرئيس السيسي لتكريم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مما يؤكد حرص القيادة السياسية على تكريم جميع الفئات في المجتمع، منوها إلى دور أسر الشهداء والمصابين في دعم الأسر. الحدث الذي نحتفل به اليوم وهو احتفال تحرص الدولة على إقامته تخليدا لذكرى شهداؤنا في محافظة شمال سيناء وتصدير السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح أبناء الشهداء هذه الدراجة، وهي قليلة بالنسبة لما بذله أبناؤكم من دماء